احبابي، هل سمعتم في التاريخ ان رجلا بلحيته وكمال عقله وجمال هيئته وقوة بنيته وعدم حاجته او فقره، هل سمعتم ان رجلا بهذه الصفات لبس ملابس من البلاستيك او النايلون ثم نزل في بيارة من البيارات؟ سمعتم بهذا؟ احد يتصور هذا؟ احد يتخيل ان هذا يقع؟ رجل بسمته، بوقار لحيته، بجمال هيئته، بقوة بدنه، بعدم فقره وفاقته، بكمال عقله، بتمام علمه، ينزل مختارا الى بيارة، بيارة مجاري، مستودع قاذورات نزل فيها. لماذا؟ لانه كان رئيسا لاحدى مراكز الهيئة، وحقق مع احد السحرة، ولما اوسعه ادبا اعترف الساحر انه لا يتعامل مع السحر الا برمي المصاحف في القاذورة، في البلاعة، في البيارة. قال: كم رميت من المصاحف؟ قال: كثير، لا ادري. فاخذه مكبلا الى ان ذهب به الى البيارة التي كان يرمي فيها المصاحف، واستدعي الصهريج، وايد شفط مجاري، وشفط الماء حتى ما بقي الا خلاصة القاذورات المركزة، فنزل رئيس الهيئة ومع زملاء كلهم يتسابقون، فنزل بنفسه والكمام على انفه وفمه، واخذ يقلب، قال: والله ما غابت الشمس الا وقد اخرجنا جميع المصاحف من البيارة. من يفعل هذا يا احباب؟ تعظيما لله ولكلام الله وشرع الله. ثم يأتي السفلة يتكلمون عن رجال الهيئة. اذا عير الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وفاخرت الارض السماء سفاهة، وفاخرت الارض الحصى والجنادل، وقال السها للشمس انت ضئيلة، وقال الدجى يا صبح لونك حائل، فيا موت زر ان الحياة ذميمة، ويا نفس جدي ان دهرك هازل.